ريما صايرفي، صباح الخير من لبنان اونلاين تي في. اليوم نائب المحررين بلبنان استاذ لي سعون اعلنتوا لائحه، واليوم اسمك مضموم بهاللائحه. عاده كثير بتنقي خطواتك، اي شيء بدك تعملي، كيف اخترتي على اي اساس انه تكوني بهاللائحه؟ لائحة القرار الحر اسمها مع سام، مع نائبنا يلي هو حاليا بعد ما صار له ثلاث عهود اليسعون، حبينا انه نجتمع نحن اشخاص حرين متحررين من كل القيود الحزبية، بس نحن على مسافة واحدة مع كل الاحزاب، ما عندنا مشكلة مع اي حدا، بس نعتبر انه الكلمة لازم تكون ضمن قرار حر. انا لقيت انه هيدي اللائحة كلنا للمرة الاولى جديد بهال، مش بالمهنة، جديد انه ندخل على المجلس. بعتبر انه عنا الإرادة الصلبة، عنا الكلمة الحرة، عنا الموقف الجريء، وعنا النوايا الطيبة إنه نجدد ونعدل بالنظام الداخلي للنقابة، أول شيء لحتى تكون هي فعلا عندها حرمة. نقابة المحررين اللي عم نشوفه عم بيطردوهم بشكل تعسفي، ما حدا منهم عم يدفع لهم من المؤسسات الإعلامية حقوقهم، صار لهم 40 سنة ناس عم بيكتبوا. نحن لما منكون كلنا سوا قوة ضاغطة بالرأي العام وبالمجتمع، ومنكون نحن السلطة الأولى، ما عادت الصحافة السلطة الرابعة، صرنا السلطة الأولى يلي قادرين نحكي عن الفساد، نحكي عن الغلط ونصححه. فلما بتكون النقابة قوية نحميهم من الصرف التعسفي. تاني شيء، كتار من الإذاعيين والتلفزيونيين والنجوم يلي بتحبوهم بالتلفزيون كلهم هون مش منضوين إلى النقابة، لما نحن منغير ومنطلب من مجلس الوزراء أنه يدخلهم بالبيان. بس هلأ بدي أقولها، لأن نحن إذا الله وفقنا ستكون نقابة المحررين محررة من نقابة الصحافة. خلي يكون هالشي معلوم عند الجميع. نحن لازم نعمل هالنقابة مش سنديكا، هاي سنديكا. يعني واحد صار هلا الفيسبوك بيكتب كلمتين وبقول لك زميلي انا اعلام، روق شوي يا ابني، محروق ديننا 40 سنة شطير توصلنا لهون. نحن زميلي ما في، لازم يكون بالنقابة، النقابة لازم تضم كل العاملين بالوسائل الإعلامية الشرعية، يعني المعترف فيها، تلفزيون، إذاعة، حتى المواقع الإلكترونية كلها، بس مش مين مكاني بدأت تتنظم. مثل ما شفنا مشاهدينا من نقابة المحررين بلبنان، مثل ما نشوف الليستة قدامنا هي لائحة القرار الحر اللي أطلقها النقيب اليسعون مباشرة، مع بتنضم إلى السيد أندريه أساس، السيد حبيب شلوك، السيد ريما صيرفي، السيد نجم هاشم وتمام حمدان، وأيضا منير نجار، يوسف دياب، فيرا جولحجيان، يعقوبيان، داود رمال، رمزي المشرفية. إذن هودي الأعمار النقيب أسماءهم خلال المؤتمر الصحفي. بنلتقى فيكم نهار الخميس بالانتخابات. شكرا كثير لمتابعتكم.